غدا عبد الرازق تتهم طارق الشناوي بأخذ الأموال، والأخير يرد حزجنك. لم تمضي ساعات على إعلان الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد هيثم زنيتا، حتى أقحمت نفسها في أزمة كبرى مع الناقد الفني طارق الشناوي. حدث ذلك بعد ظهور الشناوي في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ليتحدث عما يدور في الساحة الفنية وتقييمه للأعمال الرمضانية. وحينما تحدث عن غادة عبد الرازق التي يعرض لها مسلسل سلطانة المعز، أكد الشناوي أنها ممثلة صاحبة أداء مميز وتمتلك الموهبة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة خاطئة وأثرت على مسيرتها الفنية ورصيدها الفني. لتقرر الفنانة المصرية أن ترد على الشناوي بطريقتها الخاصة، ولجأت إلى حسابها عبر إنستغرام من خلال خاصية القصص المصورة، ونشرت صورة من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال. ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل حكاية حياة الذي عرض قبل سنوات، بعدما قامت بدفع أموال له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد. من جانبه أكد طارق الشناوي أن الأمر لا يرد عليه بتصريحات، خاصة أنه خرج من منطقة الحديث الفني إلى أمور أخرى، وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها، وتقدمت النقابة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرازق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها. وأكد بأن النقيب وعده بأن يكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، واعتبر الشناوي أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر. ورفض الشناوي أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال الصادرة عن الفنانة، خاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه، لذلك لا بد من رد قضائي عليها.